مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور رجائي خوري. بداية نسعد مساك دكتور رجائي خوري، وليد نعور الأردن، خريج جامعة أرسطوطاليس اليونان سنة 77، مارس مهنة طب الأسنان العام من سنة 77. ما هو أثر نجاحك وتميزك كطبيب أسنان؟ التعامل جيد مع المرضى كل شيء، ومتابعة كل شيء جديد في طب الأسنان. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ برأيك إلى أي مرحلة تطور عنا طب الأسنان بالأردن؟ المستقبل شوية غامض لأن كثرة الخريجين، فرص العمل جديدة. تحكي لي شوي دكتور عن أهم الخدمات اللي عم بتقدمها هون عندك بالعيادة. حشو الأسنان، علاج لثة، سحب عصب، تركيب أسنان. تحكي لنا دكتور عن التهابات اللثة، إيش هي أسبابها وطرق علاجها الحالية؟ أسبابها قلة العناية الأسنان، تنظيف يعني، وعلاجها العناية كويسة، شيء تنظيف التكلس في حال الالتهاب، أو العناية على الأقل قبل النوم تنظيف الأسنان. الزيارة هاي مفروغ منها كل 6 أشهر، بس مين بيشتغل هالإشي هذا؟ ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ أشكره على اهتمامه كوادر طبية والصحة في الأردن، وبتمنى أنه يستمر بهالشغلة هاي. بس أكيد أنت دكتور في حد ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ طبيعي الأهل اللي ودونا نتعلم كل شيء، والزوجة والأولاد كلهم بدعموا. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقع عيادتك وطرق التواصل معك؟ موقع العيادة الصويفية، شارع علي نصوح الطاهر، رقم العمارة 28. شكراً لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر الدكتور رجائي خوري على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجدداً. نورت ساسنا، شكراً لك.